بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده النهارده. الحقيقه معايا ضيفه عزيزه جدا على قلبي، وهي من الشخصيات المحبوبه جدا اللي قدرت انها تعمل لنفسها بصمه واسلوب في مجال الغناء لما بدات وظهرت. ويمكن هي ظهرت يمكن في منتصف او في اوائل التسعينات، لكن عملت اغاني قد ايه جميله جدا، وكانت بيعتبروها ان ليها مكانه خاصه وليها مدرسه خاصه. مين ينسى اصعب بكا والالبومز كانت بتعملها. وطبعا هي عشان درسها يمكن في الجامعه الامريكيه ودراستها برضو اهلتها ان هي تبقى مختلفه في الفكر ومختلفه في الاداء، وبعدين كمان تميزت اكتر واكتر لما دخلت مجال التمثيل. ويمكن عندنا اشكاليه فكره الممثل المطرب هل ينجح؟ لا، نجحت، عملت اعمال كبيره جدا، عملت قانون المراغي واستمتعنا جدا بيها، عملت مع الفنان عادل امام يعني مجموعه من الاعمال المتميزه، واخيرا وليس اخيرا السيده الاولى اللي بتعرض دلوقتي على قناه الحياه ضيفتي النهارده ولاول مره، وانا سعيد جدا بوجودها معايا النهارده، الفنانه الجميله صديقه العزيزه انوشكا. انوشكا اهلا بيك. اهلا بيك يا عمرو، وانا اللي اسعد، وكل سنه وانت طيب، ومبسوطه ان انا ببدا سنه جديده معاك بصراحه. انا كمان، وانا الحقيقه لما بعرفك بقول الصديقه، لان الحقيقه انا فعلا بعرفك من زمان، وبعرف قد ايه انت موهوبه وقد ايه كنت بتعملي مزيكا مختلفه